كاينه ضروري غادا تكون فايته شي كوربينه اللي شمتاتك بشي طريقه. كاينه ماشي كوربين ماشي جوج تقريبا. المهم جوج انا كنعقل عليهم هاد الكوربينات هادو جوج ما غيتنساوش ليا للابد. علاش؟ كانوا في استطاعتي نديهم وما الظروف منها وحده. انا تنعقل بان اش نقول لك ما شاء الله على ديك العوته ما نقدرش نعطيك الحجم ديالها وانما راه داكشي اللي شفت ما شاء الله تبارك الله. كنت مطعم بالسردين في الراس فاس. سردين حي؟ سردين ميت طعم لا زعما حي جديد. جديد كناخذوه من المرسى نوريو ما كنديوش حنا الطعمه قديمه ولا شي حاجه. خصها هي كتبغي فريسك. السردين جديد فريش هذاك النهار مشينا لراس المول. حنا كنا ثلاثه الرياس هذاك النهار كنا ثلاثه الرياس صحابي وصلنا للمصيد لوصا وجيت انايا لونسيت هكا فاس مع البحر نيش انا هكا. علاش تجنت الكره؟ كاين ما بغيتش نلونسي على جهه الواد كاين الما كيخوك هاد الكبرانيه وواحد الكوران والكرابان تيقلعها كوران مجهد. جيت انا تما كيدور الما كيعيا لونسيت تما باش بقيت صياد وما درتش كرابان درت غير بلومه على حساب هاديك البلاصه ما فيهاش كوران. شيرتها وحطيتها بقينا جالسين 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 تقريبا وصلت الخمسة د العشية حتى مشينا حتى لجوج د النهار غير باش تعرف. وصلت شي لخمسة د العشية الشمش بدات كطيح هكا البلاصة اللي كنجلس فيها أنا مع القصبة كانت كاتبة ليا بين طاحت الشمس قدامي مابقاتش كاتبة ليا مزيان القصبة ويعني خصك ديرها تبان ليك الشعاع ديال الغروب. ديال الغروب. صحابي كيفيقوا كيلقاو الطعم كيلقاوه باقي أنا مكنبغيش ملي كنقول لهم كتلقاو الطعم باقي إذا كاين شي حاجة كدور هنا. يعني ما كيدورش الحوت اللي غادي يسمسر الصغار ما كاينش. بقينا كنهضروا عادي شادين شي موضوع عادي هكا. واحد الوقيتة بغيت نتابر القصبة ديالي ما كيبانش ليا الراس ديالها ديال ما كيبان ليا والو. مشيت كنقرب كنلقى القصبة حانية كاملة دايرنا ميتشال ديك الساعة عامر معمر الخيط الفا الخمسين ومرقع بستين ودير جوج سنانر ديال زيرو كات. تلقى الماكينة بقى فيها تقريبا واحد 30 متر ولا 20 متر من 300 متر. وفين غادي الحوت؟ يعني الا كان الحوت خصو يتبع الكورة هذا ما تابعش الكورة هذا قاطع غادي يعطي الشليحات كيشرك في الكورة ما وجار تقل من الماكينة وما حاش بالكورون اللي كاين عليه وغادي وكمل الماكينة ما بقى فيها والو. زيت القصبة درت معاه شديت معاه بقيت كنزير فيه كنشوف الخيط راه مابقاش عندي. شنو دار الحوت ملي نزيرتو مزيان بقى غادي داخل الواد داخل كونتر الكورو. انا تنقول لك انا الكرابا كتهز كيهديها الكورو وهو غادي هذا غادي داخل كونتر الكورو وتقل وتخرج الخيط من الماكينه. وانا مزير كل شيء وتخرج الخيط من الماكينه وتوقف عاوتاني ياخذ وكيوقف عاوتاني ياخذ وكيوقف كان بامكاني نتبعوا الواد ولكن هذا الحوت هذا غادي يطمعك راه يوصلك النص ديال الطريق ويقلب لان الكوران ماشي في الصالح ديالي انا في الصالح ديالو لان الا مشى ليا غير دخل ليا قرب الواد شي شويه للدخله وقلب الله يعاون غيدوز ليا على راس المول غيسبقني وغيدوز الخيط من تحت القوارب. مشيت انا ما بغيتش ندخل مع الواد زيرتي فيه خصو يرجع ليا للراس فاس لان الكورو كيمشي هكا دائما غيبقى خارج ليا على برا قلت له على برا عاد نجيبو. بقيت كنزير فيه لواحد اللحظه صافي سديت الماكينه شديت البارابور بيدي القصبه بقيت كنتسناها غتهرس ما كاينش لان تقوصت لاقصى درجه تبارك. عاد وقف ومنين وقف عاد هو يدور مع الكورو وطرسوا للبلاصه كنشد الطعمه دار وخرج على برا. بقيت معاه تقريبا من ديك الخمسة د العشية تقرب يطيح الظلام وانا باقي معاه. تتقتل فيه؟ تنقتل فيه ولا بغى يعيا. ما مات؟ كل هاد الزيار قرب كوربينا واحد الوقيته وين راه ليا الصنانة. يعني بقى توسع الفم ولا شي حاجة. الضربة ديالهم وساعت. ديك التقاتيل الضربة ديالهم وساعت. تلاح. ما كنتش باغي نتواضر معاه ما نكذبش عليك هذا غيكون شي حجم خيال حاجة شي غواصات لان ما يمكنش باش يدخل لك كونتر كوره حيت كنعرف الحوت ما القدره ديالو محدوده لا ديال 30 كيلو ولا حتى 40 كيلو ما غايديرش ديك الدخله غادي يرجع في البلاصه.
هذا فايت 60. هذا حوت اللي هو حوت ديال بصح كوربين، إذا قلتي كوربين كوربين. بالنسبة للرئيس عبد الله كيصيد بالبيلوطا، كيصيد على الشرغو، كيصيد ولا والو. غنكذب عليك إلا قلت لك صيدت بالبيلوطا شي مرة، وغنكذب عليك إلا قلت لك صيدت على الشرغو. مع الوحوش. ما عمري ما صيدت، أنا من نهار بديت كنصيد كنصيد باللونس. صيدت باللونس، شديت الشرغو باللونس، كنا كنطعمو بالحنيات في ديك الساعة في البداية ديال الصيد ديالنا، كنا كنشدو الشرغو، كنشدو الحنبل الماربري، كنا كنشدوه بكثرة. كنت كتشد 40 حبة، 30 حبة، 25 حبة. خلطة فيها الشرغو، فيها الدرع ديال كيلو كيلو، وكان الخير موجود، كان الخير موجود. المعزة حديت ولا حرج، داكشي شوية بدا كيقلع الموقع، قلال في البلاد عندكم دابا. تنشوف ما نكذبش عليك، ملي تنشوف بعض الإخوان مساكن تيصيدوا بهذه الطريقة هذه بالحنياش وداكشي، ويلاه كيشد حبة ولا جوج ولا ثلاثة، مقارنة مع داكشي اللي كنا كنشدو حنا، راه لا مقارنة أخي. ما كناش كنصوروا، ما كانش الامكانيات ديك الساعه، وانما رانا تنقول لك بان بامكانك تعمر القفه حتى الفم بالحوت هنايا في الراس المول، كانت مهديه في البوله. وكان حتى الواد كان غني بزاف بالحوت، الواد كان غني بالحوت، كان عندنا الدراعي موجود. المعزه كانت كتدخل عندنا المعزه في شليحات ديالنا ديال 17 كيلو فيها تبور قرب. المعزه كتوصل 17 كيلو، كانت هنا في الواد ديال شليحات، كانت كتموت على شليحات، بلاصتها هي شليحات. المعزة ما كانش كتحيد 8 كيلو، 9 كيلو، 10 كيلو. تبارك الله. يعني كاينين عوامل اللي اثرت على الحوت في ضروري مهدية ضروري ضروري ضروري، حكم ان المدينة تتكبر والتلوث ديالها تا هو تيتزاد. التلوث تيتزاد ضروري يا خويا. واحد السؤال، سي عبد الإله، عمر سي عبد الإله هبط يصيد بوحده؟ اه صيدت بوحدي، ماشي مرة ماشي جوج. ما عمر الكوربين قالت لك تجي بوحدك؟ اجي. شدني شدني الحوت، كنت بوحدي ديك الساعه، كنت صياد في الراس المول، ولكن كانوا معايا ماشي بوحدي، غير انا اللي سامر بوحدي في الراس. ولكن الدراري ما عمرك ما غتلقاش، ضروري كاين عندنا واحد الصياده اللي دائما كتلقاهم تما، ديما معاك، دائما كيجيو. حتى انا ما لقيتي حتى شي واحد، راه غتشوف اي صياد كاين تما تعود له توريه كيفاش يضرب لك بالغانجو وغتهبط. ولكن ماشي كوربين غليظ، غير كيكون صغير ديال 7 كيلو ولا 8 كيلو بحال هكا. لا القصد هو واش عمر ساب الى تشابك بوحده؟ ماشي كوربين غليظ بوحده، تشابكتي بوحدك، حصلتي شي حصلات تشابكتي بوحدك؟ لا غالبا انا ما تنبغيش نمشي بوحدي. علاش ما كتبغيش تمشي بوحدك؟ لان كتصيد في بلاصه فيها الخطر، تقدر تزلق. انا كنزلق بزاف، الخطر ديال الزلق تقدر تزلق. ورا ما كنصحش اي واحد يدك بوحدك والبحر كامل. انا ما كنصحش اي واحد يمشي بوحدك، تقدر تصيد في البلايه بوحدك ماشي مشكل، اما في الحجر في القوالب وبيناتهم اتساع، تقدر في اي لحظه عيل تشد مع حوت تبغي تدور معاه تصلك رجلك تطيح في شي شق، على الاخر خصك غير اللي يمد لك يد ما غتلقاهش ويعمر عليك البحر تما انت مشيتي. انا ما كنصحش شي واحد يديرها، يعني دائما أي الرفقة في البحر، الرفقة على الأقل جوج الناس وردوا بالكم تماما، شي بنادم مجموعة. لأن كاين الحوادث، واحد تيمد الآن شفت بزاف الحوادث، وأنت هنا سيرتو هنا كيطيحوا الناس بزاف، كيطيحوا بزاف. بالنسبة للرئيس عبد الإله عنده شي تجربة في الجنوب في الصحراء؟ غنقول لك مشيت للصحراء غنكذب عليك، عمري خويا ما وصلت ليها. يعني الخير اللي عندك هنا ما خلاكش، ما خلانيش نمشي تمشي تحلب على شي حاجه. ولكن كنقول غادي نمشي ان شاء الله. ان شاء الله غنمشيو مجموعين، ان شاء الله ان شاء الله نديرو شي خرجه مجموعين ان شاء الله، نمشيو نشوفو دوك الخوت تما ان شاء الله، وتنوجه لهم تاهما التحيه، راهم عزازين عليا بزاف والله. الله يحفظك خويا. الاصداء ديالك راه واصله لتم ولتحت ولتحت ولتحت، مع مادام دوك الناس تما يشوفوك يعرفوك وتعرف على السيادة ديال ديك البلاد كي دايره. وكي عندهم والله الا بغيت نمشي لعندهم، بغيت نمشي لعندهم ضروري، ما غادي نمشيو ضروري ان شاء الله. ضروري ضروري خويا عبد الله، شي نصيحة اللي تقدمها الرئيس مبتدئ باغي يلاه يبدا الصيدة؟ النصيحة اللي غنقدم للمبتدئين اللي باغين يلاه يبداو يصيدوا، أول حاجة كنقول ليه، إلا كنتي مبتدئ وباقي صغير وكنتي كتقرا، خصك تحاول توازن ما بين قرايتك والصيادة. وإلا كنتي كتعلم شي حرفة، حاول توازن ما بين الحرفة ديالك والصنعة ديالك وما بين الصيادة. ما تعطيش كل شيء للصيادة وتنسى الجانب الآخر. تمام. لأن البحر راه ماشي حرفة، راه تيبقى هواية. تمام. ما تعولش عليك. بإمكانك تصيد وتستمتع في الأوقات اللي عندك خاوية. وكدير بروغرام الراس وكترسم خطه
ولا طريق لحياتك باش تصيد شويه وتخدم شويه. وراه هذه هي الحياه، راه ما يمكنش تشوف غير البحر وتنسى الجانب الاخر، راه تلقى راسك مبردي. علاش الوقت كدوز دغيا؟ حنا كاملين كنا كنقولوا ما كلاش اليوم غياكل السيمانه الجايه، ما كلاش السيمانه الجايه الهمز الجاي ولا الكبرانيه غياكل. دازت واحد الوقيته بقينا تابعين الهمز والكبرانيه، بقينا راسنا كبرنا في لحظه وجيزه. تمام تمام. النصيحه اللي كنوجهها لكم، صيد في الوقت الفراغ ديالك، الا عندك قرايه استمر، والا عندك خدمه ولا كتعلم لشي مهنه استمر، والله يعاونكم كاملين. يعني الصيد كهوايه يبقى هوايه، كيبقى هوايه، ما تحاولش ان تترك على الاحتراف ديالك. لا 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 لا، كيبقى هوايه. علاش؟ لان ما يمكنش البحر يعطيك كل نهار. تمام. راه كتشوف باركو مقيوم ب 800 مليون ولا 700 مليون تيخرج وفيه 30 بحري وكيجي بعض المره ولا سمكه، كيفاش غتقول انت اللي عندك قصبه وحده وطلع ما وحده؟ تمام. الميساج راه واضح. تمام. الله يحفظك اودا السعد الاله وتبارك الله عليك. مرحبا. والاخوان كما شفتوا كان معنا المسار ديال السعد الاله، وبطبيعه الحال غادي نبقاو شادينو حتى غناخذوا منه الدروس، وغادي نبقاو شادينو حتى غادي يخرج معنا ان شاء الله للبحر، وغادي ناخذوا من عنده الدروس ديال الحي، وغناخذوا من عنده كل شيء ان شاء الله، وغنحاولوا نوصلوا لكم. اخوان نخليو الختام ديال الحلقه ديال المسار في كلمه مع الرئيس عبد الاله. كما سبق لي وقلت لكم الناس المبتدئين، رانا صيفط لكم الميساج راه واضح، يعني ما تعطيوش كل شيء للبحر. والناس اللي هما محترفين كنقول لهم برافو عليكم وتحيه لكم، وحضيو راسكم وما تمشيوش بوحدكم، وتحيه لجميع الرياس كاملين ديال المغرب وخارج المغرب، كلكم خوتي وانا خوكم. الله يحفظك اودا السعد الاله، وتبارك الله عليك، والشكر الكبير. الله يحفظك خويا عبد الله. الكلمه ديالنا هذيك لقيناك رئيس، الله عمرها دار، قلب مفتوح، فتحتي لنا محالك وفتحتي لنا قلبك ونعدتي لينا